احمد رشدي معايا بطاقه التومين كاتبني فيها متوفي وانا حي. جينا نجدد البطاقه اللي انت متوفي وعملنا باسم المدام بطاقه تاني من شهر 3/2017. كل ما اروح لحد هناك يقول لي انت متوفي، الكمبيوتر ثابت ان انا متوفي وانا حي. كل طيب. ما نيجي نقابل مدير التومين محدش يرضى يخلينا نقابله، والموظفين عمالين يتريقوا اللي تقول لي عمتي ان عمتي كده وابن خالي كده. كاتبنا متوفى وانا حي مش عارف اعمل ايه. بس انت حي؟ حي اهو قدام، حي نرزق. والمستندات على الكمبيوتر بتقول ايه؟ على الكمبيوتر مكتوب ان انا متوفى، وعملنا بطاقه جديده باسم المدام وانا كاتبين فيها متوفى وانا حي. مش عارف بطاقه جديده ليه؟ عشان لغوا القديم اللي انا فيها باسمي، اللي هي باسمي انا لغوه. وكاتبين الثانيه بقى باسم المدام ولسه ما طلعتش برضه، ليها شهر ونص. اليوم 10/12. ماشي. طب انا حي دلوقتي، انا حي ولا ميت؟ مش عارف اعمل ايه. اكلم مين طيب ان انا حي؟ ولا ايه اللي يثبت؟ انا قدامكم حي، هما كاتبيني ميت اعمل ايه؟ الورق ده بيقول ان انا ميت، طب وانا حي؟ ايه بقى اللي يثبت ان انا حي غير الورق تاني؟ اعمل ايه عشان ابقى حي؟ طب رحت اشتكيت؟ اشتكيت وبرضه بيقولوا لي لسه اسمك اصلا ده في بتاع مليون واحد واكتر ان هما ميتين. هم حيين موقفين بطايقهم منزلينهم على السيستم.